لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد بجانب غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر. يقول إذ فرضنا إلى موسى الأمر فيما ألزمناه وقومه وعهدنا إليه من عهد وما كنت من الشاهدين. يقول وما كنت لذلك من الشاهدين عن قتادة. وما كنت يا محمد بجانب الغربي، يقول بجانب غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأمر. أيضا عن ابن جريج قال غربي الجبل. عن أبي زرعة بن عمرو قال إنكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أجبتم قبل أن تسألوا. وقرأ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، لأنه في هذا المكان قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. في هذا المكان رحموا وأجيبوا قبل أن يسألوا. الله أعلم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يعني تعالى ذكره بقوله ولكن أنشأنا قرونا، يقول ولكن خلقنا أمما فأحدثناها من بعد ذلك فتطاول عليهم العمر. يقول فتطاول عليهم العمر. وقوله وما كنت ثاويا في أهل مدين، يقول وما كنت مقيما في أهل مدين. يقال ثويت بالمكان أثوي به ثواء. قال ابن زيد وما كنت ثاويا في أهل مدين، قال الثاوي المقيم تتلو عليهم آياتنا، يقول تقرأ عليهم كتابنا. ولكن كنا مرسلين، يقول لم تشهد شيئا من ذلك يا محمد، ولكن كنا نحن نفعل ذلك ونرسل الرسل. كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن المقصود بذلك إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن أدلة النبوة إخباره بالغيبيات. فلم يكن حاضرا حين أوحى الله لموسى وكلمه، ولكن كان هذا بإخبار الله له، يكون عن شهادة منه لذلك، ولكن كان بإخبار الله له، فذلك من دلائل نبوته. ولا
بين عز وجل أن إنشاء القرون تطاول عليهم العمر أدى إلى قسوة قلوبهم وغفلتهم عما أرسلت به الرسل. فسبب الإعراض عن التوحيد الذي جاءت به الرسل واتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طول الأمد، طول العمر، طول المدة، حتى تعودوا، حتى قست القلوب، تعودوا على ما وجدوا عليه الآباء ولم يفكروا، فترتب على ذلك بعدهم. كذلك من دلاء نبوته الخبر عن مدين، فإنه ما كان ثاويا في أهل مدين. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يقول تعالى ذكر: وما كنت يا محمد بجانب الجبل إذ نادينا موسى بأن سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. عن أبي زرعة قال: نادى، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، نادى: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. عن قتادة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال: نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. عن أبي هريرة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال: نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة مثل ذلك، عن ابن جريج مثل ذلك، إلا أنه زاد في الرواية عن أبي هريرة قال: وهو قوله حين قال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة الآية، إن هي قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سيدنا موسى سأل لبني إسرائيل فأخبره الله برحمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: ولكن رحمة من ربك، يقول تعالى ذكره: لم تشهد شيئا من ذلك يا محمد فتعلمه، ولكن عرفناكه وأنزلنا إليك فاختصصنا ذلك كله عليك في كتابنا، وابتعثناك بما أنزلنا إليك من ذلك رسولا إلى من ابتعثناك إليه من الخلق رحمة منا لك ولهم. الرحمة بالدين، الرحمة بالشريعة، بالعقيدة الصحيحة، بالإيمان والإسلام والإحسان. عن قتادة: ولكن رحمة من ربك ما قصصنا عليك لتنذر قوما. ما قصصنا عليك هو رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من ربك. عن مجاهد: ولكن رحمة من ربك كان رحمة من ربك النبوة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يقول تعالى ذكره: ولكن أرسلناك بهذا الكتاب وهذا الدين لتنذر قوما لم يأتيهم من قبلك نذير، وهم العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثه الله إليهم رحمة لينذرهم بأسه على عبادتهم الأصنام وإشراكهم به الأوثان والأنداد لعلهم يتذكرون، يقولوا ليتذكروا خطأ ما هم عليه مقيمون من كفرهم بربهم، فينيبوا إلى الإقرار لله بالوحدانية وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه من الآلهة. قال ابن زيد: ولكن رحمة من ربك قال: الذي أنزلنا عليك من القرآن هو رحمة، يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يقول تعالى ذكره: ولولا أن يقول هؤلاء
الذين أرسلتك يا محمد إليهم لو حل بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم واكتسابهم الأثم واجترامهم المعاصي. ربنا هل أرسلت إلينا رسولا من قبل أن يحل بنا سخطك وينزل بنا عذابك فنتبع أدلتك وآية كتابك الذي تنزله على رسولك ونكون من المؤمنين بألوهيتك المصدقين رسولك فيما أمرتنا ونهيتنا لعاجلناه العقوبة على شركهم من قبل ما أرسلناك إليهم. ده جواب لولا أن يقولوا ذلك لعاجلناهم على شركهم قبل أن نرسل، ولكن سيكون هناك حجة لهم لأن الله يحب العذر ويقبل هذه الحجة، أن من لم يرسل إليه رسول يقول رب ما أتني لك من رسول، هذه حجة يقبلها الله. فلأجل أن لا يقولوا ذلك أرسل إليهم رسولا، حتى لو كان أهلكهم قبل أن يبعث إليهم رسولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن نذل ونخزى، أن اتبعتك من قبل أن نذل ونخزى. يقول ولكن بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المصيبة في هذا الموضع ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم العذاب والنقمة، بما قدمت أيديهم بما اكتسبوا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. يقول تعالى ذكره فلما جاء هؤلاء الذين لم يأتيهم من قبلك يا محمد النذير فبعثناك إليهم نذيرا، لما جاءهم الحق من عندنا ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله إليهم قالوا تمردا على الله وتماديا في الغي هل لا أوتي هذا الذي أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موسى بن عمران من الكتاب. يقول تعالى يقول الله تبارك وتعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لقومك من قريش القائلين إليك لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا الذين علموا هذه الحجة من اليهود بما أوتي موسى من قبلك عن مجاهد قال يهود تأمر قريشا أن تسأل محمدا مثل ما أوتي موسى. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لقريش يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. عن مجاهد قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قال اليهود تأمر قريشا ثم ذكر نحوه قالوا سحران تظاهر. مع أن الظاهر لا شك أن الخبر هو عن قريش الذين لم يأتيهم نذير من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم طلبوا الآيات التي كانت مثل لولا أوتي محمد من الآيات ما أوتي موسى، ومع أنهم كانوا كافرين بما أوتي موسى من قبل، وإنما يقولون ذلك مجادلة. قالوا سحران تظاهرا، هذا ظاهره أيضا أن الذي قال ذلك الكفار قريش، وأما اليهود فلا يقولون عن موسى ساحر. قالوا سحران قرأته عامة قراء المدينة والبصرة قالوا ساحران تظاهرا، بمعنى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل وقالوا له ولمحمد صلى الله عليه وسلم في قول بعض المفسرين، وفي قول بعضهم لموسى وهارون عليهما السلام، في قول بعضهم لعيسى ومحمد ساحران تعاونا. وعن لم يجري ذكر لهارون ولم يجري ذكر لعيسى، وإنما الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم
الرسول الذي أتى قوما لم يرسل إليهم رسول من قبله، وموسى عليه الصلاة والسلام الذي طلبوا أن يؤتى محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات. وقرأ عامة قراء الكوفة سحران تظهر، قالوا سحران تظهر بمعنى، وقالوا للتوراة والفرقان في قول بعض أهل التأويل، وفي قول بعضهم للإنجيل والفرقان. لمن قال إن عيسى ومحمد ساحران أو سحران يبقى الإنجيل والقرآن. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على قدر اختلاف القراء في قراءته. ذكر من قال عني بالساحرين اللذين تظاهرا محمد وموسى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس في قوله في قول الله ساحران تظاهرا قال موسى ومحمد. أظهر الأقوال عن مسلم بن يسار عن ابن عباس قرأ ساحران تظاهرا. ومن قال موسى وهارون عن مجاهد قال في قول الله ساحران تظاهرا قال يهود لموسى وهارون. قول يهود لموسى وهارون عليهما السلام. المعلوم الذي لا شك فيه أن اليهود لا تقول على موسى وهارون ساحران، لما الذي قال عن موسى وهارون ساحران كان الفراعنة عن سيدنا ابن جبير وأبي رزين أن أحدهما قرأ ساحران والآخر سحران. قال الذي قرأ سحران قال التوراة والإنجيل، وقال الذي قرأ ساحرا قال موسى وهارون. عن الحسن ساحران تظاهرا قال عيسى ومحمد أو قال موسى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس سحران تظاهرا يقول التوراة والقرآن. قال ابن زيد قالوا سحران تظاهرا قال كتاب موسى وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال كنت إلى جنب ابن عباس وهو يتعوذ بين الركن والمقام، فقلت كيف تقرأ سحران أو ساحران؟ فلم يرد علي شيئا، فقال عكرمة ساحران، وظننت أنه لو كره ذلك أنكره علي. قال حميد فلقيت عكرمة بعد ذلك فذكرت له ذلك وقلت كيف كان يقرأها؟ قال كان يقرأ سحران تظاهرا أي التوراة والإنجيل. عن الضحاك أنه قرأ سحران تظاهرا يعني التوراة والإنجيل. عن قتادة قالوا سحران تظاهرا قالت ذلك أعداء الله اليهود للإنجيل والفرقان، فمن قال ساحران يقول هو محمد وعيسى بن مريم. ده فرارا من القول بأن اليهود بتقول إيه؟ بتقول على سيدنا موسى أنه ساحر لأنهم لا يقولون ذلك. قال أبو جعفر وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه قالوا سحران تظاهر، يعني كتاب موسى وهو التوراة وكتاب عيسى وهو الإنجيل. إنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لأن الكلام من قبله جرى بذكر الكتاب وهو قوله قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وموسى عليه السلام أوتي الكتاب وأوتي آيات، وهذا الذي ينسب إلى السحر ليس الكتاب، وإنما الذي ينسب إلى السحر كما نسبه الفراعنة هو الآيات. يقول والذي يليه من بعده ذكر الكتاب وهو قوله قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه. فالذي بينهما بأن يكون من ذكره أولى وأشبه بأن يكون من ذكر غيره. فإذ كان ذلك هو الأولى بالقراءة فمعلوم أن معنى الكلام قل يا محمد أولم يكفر هؤلاء اليهود لما أوتي موسى من قبل، وقالوا لما أوتي موسى من الكتاب،
وما أوتيته أنت سحران تعاونا وقالوا إنا بكل كافرون. يقول تعالى ذكر وقالت اليهود إنا بكل كتاب في الأرض من توراة وإنجيل وزبور وفرقان كافرون. هذا ليس بظاهر كما ذكرنا والله أعلى وأعلم. لماذا؟ لأن اليهود لا تكفر، لا تقول كفرنا بموسى ولا تقول كفرنا بالتوراة، وإنما الذي يقول بذلك كفار قريش. عن مجاهد إن بكل كافرون قالوا نكفر أيضا بما أوتي محمد. عن مجاهد وقالوا إن بكل كافرون، يقول اليهود أيضا نكفر بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بالمعنى ذلك وقالوا إن بكل الكتابين الفرقان والإنجيل كافرون. عن الضحاك وقالوا إن بكل كافرون يقول بالإنجيل والقرآن. عن ابن عباس قال هم أهل الكتاب يقول بالكتابين التوراة والفرقان. قال ابن زيد وقالوا إن بكل كافرون الذي جاء به موسى والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. السياق من أوله إلى آخره في مشرك العرب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هم كانوا كفار، وسيدنا عيسى لم يجري له ذكر، ولكن هم لما حاولوا أن يطلبوا من الآيات مثل ما أوتي موسى زي ما قالوا إيه، قال عز وجل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، فهم طلبوا آيات مثل ما أوتي موسى، فلما قيل لهم هل آمنتم بما أوتي موسى من الآيات ومن الكتاب الذي أنزله الله بعد إذ قلتم أنه أوتي آيات، فعند ذلك قالوا سحران تظهر وقالوا إن بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أقول يا محمد للقائلين للتوراة والإنجيل هما سحران تظهر ائتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما لطريق الحق ولسبيل الرشاد أتبعه إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذين الكتابين سحران وأن الحق في غيرهما. فقال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما. قال ابن زيد قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الظاهر بلا شك، أن المقصود بذلك الكتابين اللذين أنزلا على الرسولين محمد وموسى، هما اللذان جرى ذكرهما وما أنزل إليهما من الكتاب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يقول تعالى ذكره فإن لم يجبك هؤلاء القائلون للتوراة والإنجيل سحران تظاهرا الزاعمون أن الحق في غيرهما من اليهود يا محمد إلى أن يأتوك بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وأن الذي ينطقون به ويقولون في الكتابين قول كاذب وباطل لا حقيقة له. ولعل قائلا أن يقول أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنما قال القائلون من اليهود وغيرهم في التوراة والإنجيل من الإفك والزور المسموهما سحرين باطل من القول إلا بأن لا يجيبوه إلى إتيانهم بكتاب هو أهدى منهما. قيل هذا كلام خرج مخرج الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به المقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل من كفار قريش. عجيب ان كل السياق ذكروا قبل ذلك على اليهود، وهنا جابوا ايه ان الذين قيل لهم ذلك المراد بالمقول به المقول لهم اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل من كفار قريش، وهم دول المقصودين فعلا. ده اللي احنا بنرجح بناء عليه ان هذا هو المقصود، ان هذا خطاب لمشركي قريش ليس عندهم حجه
حاولوا أن يجادلوا بالباطل لما يعني أقيمت عليهم الحجة أنكم لو أنكم تكفرون بما أوتي موسى رغم الآيات التي أوتيها قلتم سحران تظاهر، أين كتاب من عند الله أهدى من التوراة والقرآن؟ لا يجيبون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هو علم ذلك ولكن هذا علم مؤكد. يقول وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمشركي قريش أولم يكفر هؤلاء الذين أمروكم أن تقولوا هل أوتي محمد مثل ما أوتي موسى بالذي أوتي موسى من قبل هذا القرآن من قبل هذا القرآن ويقول للذي أنزل عليه وعلى عيسى سحران تظاهرا فقولوا لهم إن كنتم صادقين أن ما أوتي موسى وعيسى سحر فأتوني بكتاب من عند الله وأهدى من كتابيهما فإنهم لم يجيبوكم إلى ذلك فاعلموا أنهم كذبة وأنهم إنما يتبعون في تكذيبهم محمدا وما جاءهم به من عند الله أهواء أنفسهم ويتركون الحق وهم يعلمون. يعني عايز يقول الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم، والمقصود به الناس المقول لهم ذلك. وهذا ليس بلازم، فإن الإنسان قد يعلم أمرا ثم تأتيه أدلة فيعلم علما زائدا مؤكدا لما سبق. تظاهر الأدلة يزداد الإنسان بها علما. وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي جمع فيه بين التوراة والقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال عن مؤمن الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. لذلك أن الإنجيل يعتمد في الأحكام على التوراة، لذلك العمدة في التشابه فيما يبين العقائد والأحكام التوراة والقرآن. فإنهم قال ومن أضل من طريق الرشاد وسبيل السداد ممن اتبع هوى نفسه بغير بيان من عند الله وعهد من الله وأترك عهد الله الذي عهده إلى خلقه في وحيه وتنزيله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول تعالى ذكره إن الله لا يوفق لإصابة الحق وسبيل الرشد القوم الذين خالفوا أمر الله وتركوا طاعته وكذبوا رسوله وبدلوا عهده واتبعوا أهواء أنفسهم إثارا منهم لطاعة الشيطان على طاعة ربهم. قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.